بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن أهمية الدم بالنسبة للجسد. يتألف الدم من 45% خلايا و 55% سائل بلازما، ويحوي جسم الإنسان 25 تريليون كريات دم حمراء، وأيضا 35 مليار كرية دم بيضاء. والدم يشبه شبكة التيار الكهربائي بالنسبة لمدينة صناعية، فهو يقوم بنقل الأكسجين والغذاء إلى أجهزة الجسد، ويقوم أيضا بنقل الفضلات والسموم وغاز الكربون لمعالجتها في أجهزة المختصة مثل الكبد. أما الكريات البيضاء فهي تشبه الجنود التي تدافع عن أعضاء الجسد ضد أي هجوم من الفيروسات أو البكتيريا، وبيبلغ طول شبكة الأوعية الدموية أكثر من 100 ألف كيلومتر، والله أعلم.